صباحك عماد. صباح الخير أسيل. شو أخبارك؟ الحمد لله، أنت شلونكم؟ والله الحمد لله، مشتاقين لك جدا جدا جدا، مشتاقين احنا أكثر للمواعين اللي يمك وللوجبات اللي يمك، وحننطيك الكيو تشرح لنا ونستمتع إن شاء الله. أهلا بكم أعزائي المشاهدين بحلقة جديدة وطبق جديد من مطبخ سامراء. طبقا لهذا اليوم هو سمك البانيه، طبعا صينية سمك البانيه مع الخضروات، طريقة جدا جميلة راح تعجبكم. نذهب الآن إلى فاصل قصير وبعده نواصل. إذا رجعنا وياكم أعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل القصير، ومثل ما قلنا صينية سمك البانيه. طبعا بالنسبة لمكونات الطبق، سمك بانيه راح نستخدم بطاطا 4 قطع، طماطم راح نستخدم مع هذا الطبق 4 قطع، أيضا فلفل أخضر قطعة واحدة، راح نستخدم قطعة واحدة بصل، ملح. طبعا بالنسبة للتوابل راح نستخدم ملح والكمون والسماق. السماق راح ينطي شكل جميل للطبق وراح ينطي نكهة مع هذا السمك. راح نستخدم الشطة، طبعا بالنسبة للشطة تبقى حسب الرغبة، وكل ناس يحبوها وكل ناس ما يحبوها. راح نستخدم زيت الزيتون وخل أبيض، آخر شيء يبقى خل الأبيض. راح نبلش بالبداية نقطع الخضروات. عماد يمكن اليوم أنت الاختيار مضبوط، يعني بهذا اليوم الشتائي البارد أكلة السمك من الأكلات الدافية، ويعني وبالنسبة لطريقة التحضير أيضا سهلة جدا. مو يعني هذا السمك يعني الدنيا باردة، واحد مو مال يوقف هو بالمطبخ. يعني ممكن كيس مال سمك موجود بالأسواق في ليه؟ أقدر أصور سناب أسيل مباشرة، راحت السناب علينا يعني. يعني ليش صور؟ شو المشكلة؟ لا لا لا، خل ألغي الموضوع. صور عماد مباشر. يعني دائما موضوع الكواليس الطبخ بصورة عامة على مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا على السناب شات موجودة جدا، دا تصير بالإعلام، وأيضا هاي من ضمن موضوع البارحة، منافسة وأجواء والعالم يصير تفاعل على الطبخ على مواقع التواصل الاجتماعي في بعض الأحيان أكثر من التلفزيون. أيوة، وأحيانا حتى مو إعلاميين، يعني ناس عادية، وخاصة الشباب دا نشوفهم إنه يفوت المطبخ ويطبخ طبخة الفلانية ويصور نفسه ويتحدى. ها هذا السمك عماد، انت احنا نقطع بها الطريقة هاي الدوائر الشرائح. نعم، وبالنسبة للسمك يبقى حسب الرغبة، بس احنا نسويه بهذا الشكل راح يكون كله مع بعض الخلط. نعم راح يكون شكله متناسق، تكون طيبة مع هذا الطبق ويا السمك طيبة. نعم، وشي بسيط، واحنا عندنا خضروات مع هذا الطبق، يعني حلو. ما راح تشكل فت يعني حراره هوايه. السمك تحسيه زيت الزيتون عالم، مثل اللحم مثل الدجاج. مو عماد لو لك راي، لا هو عالم خاص محمد، يعني هو مو مثل اللحم مثل الدجاج، عالم خاص بي السمك. ايه السمك احسن، يعني صحي اكثر من اللحم ومن الدجاج. انا قصدي العفو عماد على تنوع الطبخ بي، يعني شلون صحيح، يعني مثل الدجاج مثلا تقدر تسوي تبسي، نفس الحالة سمك، نفس الحالة تقدر تسوي شوي. هسه صار السمك كله يصير بي هاي الأمور تقريبا. اي محمد، هسه على يعني ابتكارات الطبخ. اي شوي سمك يعني كله تقلاه، يعني هو السمك يصير سكالوب والدجاج سكالوب، هذا يصير شوي وهذاك يصير شوي. زين يعني كباب يصير؟ اكو كباب سمك موجود. ها ذيك المرة قال لي عماد موجود كباب سمك. كباب سمك موجود، هذا السمك نخلي وياه قليل من اللية، نخلي خضروات شيء بسيط، بصل وفلفل وطماطم. طيب يعني؟ طيب يطلع يعني، بس مو مثل اللحم. مو مثل اللحم حسب يعني حسب. اكو ناس يعني ما تقدر تاكل لحم، تاكل هذا السمك يحبون وفائدته اكثر طبعا. حلو والله، انا هاي المعلومة والله انا هيش قلتها، يعني قلت على شلون اقول لك، على نيتي. على نيتي اضرب مثال، قال الطب جوه على اساس تضرب مثال للمستحيل يعني. هاي البطاطا نقطعها بهذا الشكل، طبعا راح نضيفهم طبق البايركس او ممكن نخليهم بالطبق طبعا صينية التيفال، يعني مو فت مشكله، بس بهذا الطبق راح يكون شكلهم اجمل، ويعني مع التقديم يكون جميل. هاي الطماطم، طبعا بالنسبه للبطاطا ايضا راح تستوي، لانه احنا خلينا الخل وزيت الزيتون، والبطاطا راح نضيفها بالصينية أول شيء.
يعني راح تستوي. ممكن هذا الطبق يحتاج من 30 إلى 35 دقيقة حتى يستوي ويصير جاهز. حننطيه 5 مو 30 دقيقة، 37 دقيقة، دقيقتين من عندي، 37 دقيقة ونرجع لك، يعني هاي ورا ما تنحط بالفرن. بس مو تسوي لنا 45 والجو بارد والفرن بعده ما حمى، هاي ماكو أعذار. راح تعزلون ما عندنا وقت 45 دقيقة. يعني تقريبا نقدر نقول عليه تبسي سمك عماد؟ ايه ممكن هذا التبسي يكون بهذا الشكل، يعني انا اشوف هذا التبسي الناشف يكون طعمه اطيب من يعني من نخلي صلصه او شيء. نعم. ما هي الخلطه حلوه والالوان يعني اشيل عندها دائما اشيل اهم شيء الالوان. اي مو يعني انا عندي اهم شيء دائما يعني تغمض وتاكل الطعم، بس هي فعلا العين تاكل فعلا، مو صح؟ يعني كميه الاكل الالوان كلها عوامل مساعده بالطبخات وبالاكل وبالمواضيع المنوعه. هي المشكله شنو؟ انت اذا شفت طبق شكله ما يكون جميل وانت حتى بعد ما تاكله انت اخذت نظره عليه هو ما طيب خلاص، يعني حتى لو طيب وهذا بعد خلاص انت ما اخذت عليه نظره وما طيب على مود شكله ومو جميل. صح فعلا. ونفس الحاله اذا كان شكله جميل وانت وهو ما طيب بس اوكي يعني بس والله اكو مطاعم تشوفين الطبق تقولين هو وغيره لا. ايه يعني هو وغيره تجي على النكهه، يعني انت من تشوف الشكل يكون جميل وهذا، يعني حتى اذا من تجي تاكل وهذا تشوفه ما طيب تقول لا انا ما جوعان، انا يعني تطلع فت عذر بينك وبين نفسك على مود خلاص هو طيب. ايه عافيه. الطبق اكتمل وصار جاهز طبعا مثل ما قلنا 35 دقيقه مو 37. لا هسه صارت 37. هاي التأخير دقيقتين من عندنا. المشاهد طبعا هم دا يشوف يمكن بالساعة قدر. الحلو بالموضوع انه دائما اني ساعة قناة سامرة انه اني دائما موقت ساعتي عليه، يعني مضطرين ولازم يعني فعلا. لا فعلا شيء جميل انه 24 ساعة موجودة التواجد المباشر. هذا الطبق اكتمل مثل ما تشوفون. البطاطا تستوي، البطاطا نخليها اول شيء وبعدها مو مشكله اذا اضفنا بصل او اذا اضفنا سمك اي شيء، بس اهم شيء البطاطا تكون جوه يعني لانه البطاطا بس لقيتها ولا قليتها ولا لا ما قليتها، هي تحتاج وقت اطول من السمك والبصل ومن هاي الامور. فالبطاطا استوت هسه عندنا وهي كامله والسمك تحمص والبصل وصار شكلها جدا جميل. اكثر شيء يحتاج لنار شنو بهن ثلاثه؟ بهاي الخضروات والسمك هو البطاطا وبعد ها يجي البصل وراها السمك. عماد هاي شنو بالخبز انه كله نسوي وياها شويه تمن؟ ممكن مع الخبز ممكن مع التمن، وممكن مثل ما هي هسه استوت وهي جاهزه ممكن نسوي صلصه حمراء او صلصه صفراء نضيف لها. وممكن قبل ما تستوي ايضا نخلي صلصه وياها ونخليها بالفرن، بس تحتاج راح تحتاج وقت اكثر يعني. حلو. يعني ويعني الشيء الحلو انه قليل ناس تعرف انه سمك الفيليه ممكن يتسوى بتفسي. نعم. يعني اكو ناس معتبرته انه فقط ينشوي تقلى، هاي هي خياراته. وهذا يعني بهاي الطريقه يكون افضل صحيا، يعني انت مثل ما شفتي ما خلينا ولا قطره دهن ولا زيت ولا دهن، يعني خلينا شيء بسيط زيت الزيتون، وهذا السمك ما يحتاج زيت، يعني طعمه راح يكون طيب من يسووه بالبيت. عاشت ايدك عماد، عاشت ايدك. شكرا. طبعا شكرا جزيلا لك، وان شاء الله ننتظرك بحلقات جديده وننتظرك في اطباق جديده من ابداعك ومن مطبخ سامراء الصباح. شكرا جزيلا. شكرا لكم. شكرا نورتنا.